أستاذ زكي، خلصنا بقى المرحلة الأولى بتاعت مغارة النبي إيليا، هننتقل إلى المرحلة الثانية وهي منزل القديسان يوقيم وحنا والدي السيدة العذراء. احكي لنا أكتر بقى عن هذا المنزل، وإزاي السيدة العذراء عاشت حياة يعني تعتبر حياة هادئة وحياة وسط أبوين، أو يعني أب وأم بيحبوها جدا وبيرعوها جدا. تمام يا استاذ اندرو. رجع يوقيم لاورشليم، طبعا رجع تاني مسافه حوالي 24 كيلومتر صعودا لان اورشليم عاليه. رجع للبيت اللي موجود صور ليه، صور من 6 ل 10، 6 7 8 9 10. فنلاقي في اول صوره اللي هي رقم 6 نشوف بدايه اسوار اورشليم. الباب قدامنا اللي هو باب بيسموه باب الاسباط، احد الابواب الثمانيه الاسوار اورشليم من الجهه الشرقيه، وهو مواجه لجبل الزيتون. الصوره اللي بعديها رقم 7 دي للشارع او الطريق اللي فيه منزل يوقيم جوه الاسوار. والطريق ده بالمناسبه ان هو اللي قدام شويه، لما نكمل فيه هتبدا المرحله الاولى من مراحل الالام لرب المجد يسوع في طريق الالام. اللي هي بيبقى ليها موضوع تاني اتكلمنا عنه وممكن نبقى نتكلم عنه في مرات تانية. فده المنزل اللي فيه مقيم يواقيم وحنا، وتم فيه ولادة الطفلة مريم ببركة صلواتهم أبويها يواقيم وحنا وتشفعهم بالنبي إيليا. اتولدت في المكان ده العذراء مريم في واحد بشانس اللي هو بيناسب 9 مايو اللي بنحتفل بميلادها من كل سنه. واحد بشانس و9 مايو. فالصور بتبين لنا مدخل البيت، المنزل السلم اللي بننزلنا لجوه، بتبين لنا المكان اللي اتولدت فيه. فيه الطفله مريم العذراء تمت في هذا البيت 3 سنين، وكانوا نادرين اول مولود ليهم يكون نادر للهيكل، وفعلا في سن ال3 سنين اودعوا الطفله مريم في الهيكل، قعدت فيه لمده لسن 12 سنه لغايه. طبعا في الفتره دي كان توفى والديها يواقيم وحنا سن 7 سنين، سن 8 سنين توفى والديها. لما تمت بعد كده ال 12 سنه ما كانش في حد ان هي في السن تخرج من الهيكل، ما كانش في حد يرعاها لان هي يتيمه الابوين، فسلموها للقديس يوسف النجار اللي وقعت عليه القرعة ساعتها.